انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين، مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعجزات هي أساس العقيدة النصرانية من بدايتها وحتى الآن، فالنصارى بنوا عقيدتهم على معجزة خلق المسيح بدون أب وعبدوه وجعلوه إله لمجرد أنه اتولد بمعجزة، وما يعرفوش أن وراء كل معجزة خالق. وتعتبر المعجزات من أكثر وسائل تثبيت الإيمان التي تستخدمها الكنيسة، ومعجزات القديسين من شفاء وعلم غيب وتنبؤ بالمستقبل من أكتر المعجزات اللي بيروج ليها رجال الكنيسة لشعبه. والنصارى بيصدقوا الكلام ده تحت شعار صدق ولا بد أن تصدق. وتعالوا نضحك شوية مع القمص إبراهيم عبده وقصة القديس أبو الليف مع الست الغلبانة اللي جاموستها اتسرقت. حكيت لكم على القديس أبو الليف بتاع أسوان اللي ما اسمعوش يرفع ايده عشان ما كررش. لا ده انا اقول بقى شيء بعضكم عارف بس قليل. اسمع مني الحته دي بقى. وانا كنت في نهضه هناك في اسوان، فقص ابونا بالليل واحنا قاعدين بعد العظه بيقول لي يا ابونا هقول لك على اختبار رائع جدا بقى حصل هنا. قلت له ايه؟ انا عندنا واحده ست هنا في البلد فلاحه، جوزها مات ما خلفتش منه وهي مقطوعه من شجره ما لهاش حد. قلت له ايه؟ قال لي ما سابلهاش من حطام الدنيا غير جاموسه والبيت الفلاح اللي كانت عايشه فيه معاه. تو ايوه. قال لي الست دي كان عندها ايمان وعلاقه جامده بالقديس ابو الليف. قلت له مين ابو الليف ده؟ قال لي ما تعرفوش؟ قلت له صدقني ما اعرفه، ما سمعتش عنه قبل كده. قال ده اسمه الحقيقي القديس اندراس وليه دير باسمه في نجاده وجسده مدفون هناك في نجاده. قلت له طب اشكرك انك عرفتني بقديس جديد يعني اتعرف عليه. فقال ده قديم قوي يعني الناس كلها عارفين. الست دي كان لها دل عليه، كل ما يحصل لها حاجه تطلب القديس ابو الليف، تقف قدام صورته يا القديس ابو الليف تخلصني خلص ده. ففي يوم من الايام جت الجاموسه اللي حالتها اتسرقت، فوقفت قدام صوره القديس ابو الليف قالت له يا ابو الليف يا قديس الله، ده انا ست فلاحه وغلبانه، من حيث الفيه هدور عليها فين ولا من حيث الفيه؟ انا مش هروح ولا الف ولا اسال، انا قاعده هنا وانت اللي هجيب لي الجاموسه ومديك مهله 3 ايام ولك عندي كيلو شمع لما تجيبه. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ عندها ايمان القديس ابو الليف ايه؟ يجيب لها الجاموسه. قعدت اول يوم عدى ما جاتش الجاموسه، ثاني يوم عدى ما جاتش الجاموسه، تالت يوم لغايه الظهر ما جاتش الجاموسه. يا جاموسه زعلت جدا من القديس ابو الليف وقالت له يا ابو الليف انا زعلان منك قوي، احنا النهارده ثالث يوم بين الظهر ما سالتش فيه، انا مش هستنى، انا هطلب مارينيلس ابو حصان يجيبها لي بالحصان بتاعه. يا مارينيلس يا بطل انت ابو حصان، روح انت هات لي الجاموسه وليك انت كيلو الشمع. ما كانش الشمع بالنسبه لها حاجه ايه كبيره. الساعه والثانيه والجاموسه داخله لها البيت عرفت مين؟ ها مارينيلس ملوش حل يعني، امير الشقه ده. راحت ودت كيلو الشمع لفين؟ لمارينيلس. قام جالها القديس ابو الليف بالليل في الرؤيه، بيقول لها زعلانه مني ليه؟ هزعل منك قوي. قال لها ليه بس؟ قال ده انت عمرك ما اتاخرت عليا في طلب، جاي في اهم حاجه الجاموسه اللي حيلتي ما تسالش فيها 3 ايام. على كل حال انا طلبت ماري جيرجس بقول لك جابها لي ودي انتوا واحد. قال احنا واحد بس انت مش عارف الحكايه. قالت له ايه الحكايه؟ قال انت لما طلبتيني كانوا الحراميه خدوا الجاموسه بلدهم، انا ما طلعت وراهم وجبت الجاموسه وداخل بيهم على بها على مشارف البلد، لقيت ماري جيرجس مقابلني بيقول لك انت تعبت فيها 3 ايام دول يا ريس طلباني دلوقتي، عنك الشويه دول بقى. هم القديسين بيفضلوا بعض في الكرامه طبعا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ وده مثال واحد من الاف الخرافات اللي بيروج ليها الكهنه على انها معجزات حقيقيه
لتثبيت النصارى على معتقدهم، وسجأت الساحرة الشريرة لما قالت ان ايمان النصارى ضعيف. اللي مزعلني ان بالفيديوهات بتاعتكو بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. وعلشان يثبتوا الايمان الضعيف للناس روجوا لخرافة شفاعة القديسين اللي بيتوارثوها عبر الاجيال، زي اسطورة ماري جرجس اللي اتطورت على مر العصور من البيرفون الى حورس الى ماري جرجس. ففكرة التشفع عند النصارى مأخوذة من فكر تشفع الوثنيين، وده دليل ان العقيدة اقتبست من الحضارات الوثنية السابقة زي الفرعونية والوثنية والرومانية والسومرية والإغريقية وغيرها كتير. والترويج للأسطورة بيتم عن طريق عمل باترينا في الكنيسة من الإزاز أو الخشب ربع متر في ربع متر، ويطلع الكهنة يحكوا لشعب الكنيسة قصص وهمية عن شفاعة القديس ومعجزاته، والشعب الساذج يصدق القصص الوهمية علشان باترينة القديسين تتملي بالتورعات في شكل نزور أو عطاء للقديس الأسطوري. وبعد كده يظهر الثراء الفاحش على الكهنة اللي بيكذبوا على شعبهم ويحكوا قصص وهمية عن الشخصيات دي، وفي النهاية شعبهم الفقير يأكل من الزبالة. ونشوف مع بعض مثال لفاترينة القديس الأسطوري فيها أموال ونزور العطاء اللي واحد من شعب الكنيسة الفقير بيسرقها. الفيديو ده بيوضح كمية الأموال الكبيرة اللي في الفاترينة، واتضح كمان ان موضوع القديسين وشفاعتهم والكلام ده ما هو الا وسيلة للربح وجني المال والضحك على عقول النصارى اللي مستعبدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.